السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم تيتوريال. حلقة النهاردة حلقة مهمة وحلقة مفيدة وناس كتيرة بتحاول إن هي تعمل. هنتكلم النهاردة عن إزاي إن إحنا نقدر نعرف تيمبو بتاع أي مقطع صوت، نقدر نعرف زمنها. هنعمل ده بأسهل طريقة ممكن. تعالوا نسمع التراك اللي معانا. الديفولت بتاع الكيوبيز إن أنت بمجرد ما بتشتغل بتلاقي التيمبو، مجرد ما بتفتح البروجكت بتلاقي التيمبو 120. تعالوا نشغل المترونوم ونسمع المقطوعة اللي معانا. طبعا انا موطي الصوت عشان نقدر نسمع المترونوم عليها زي ما احنا سامعين. ده في حتة وده في حتة تانية خالص. ازاي نقدر نعملها ونقدر نعرف الزمن بتاعها ايه؟ اول حاجة هنيجي فوق على السناب، هنخليه اوف، ونيجي عن اول مقطوعة نكبر شوية، نمسح اي حتة فاضية موجودة عندنا. يعني الجزء ده عندنا فاضي، تعالوا نمسحه نشيله. نمسح لغاية بداية اول نوت. تمام، نرجعها من الاول. الطريقه بتتكلم عن ايه؟ الطريقه بتتكلم عن اننا نبتدي نعد الزمن بتاع المقطوعه اللي قدامنا. يعني من اول ضربه في المقطوعه، من اول ضربه زمن، من اول عده نبتدي نعد 8 او 16. وكل ما العدد كبر كل ما بقت الحسبة أدق. تعالوا نعد كده مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. أعتقد إن هي هتكون هنا بالظبط كده لآخر 16. هنيجي عن Selection Tool أو بندوس، بنجيبه من هنا أو بندوس على رقم 2 في الكيبورد، ونيجي نحدد الجزء ده. تمام، بالظبط كده. تعالوا نوسع دي شوية عشان ناخد العدة كلها. مظبوط، نيجي بعد كده هنا في البروجكت، نروح لبيت كالكوليتر، وهنا ايه الاربعة، هقول له لا احنا 16 بيت. وصلها لي ان الزمن بتاع المقطوعة دي، قربها لي ان هو 84 26، يعني بالتقريب هيطلع 84. تعالوا هنا نكتب 84 ونشوف هل ده مظبوط ولا مش مظبوط. تعالوا نشغل المترونوم. نعمل لوب عليها. ودي أسهل طريقة نقدر نعرف بيها سرعة وزمن أي مقطع صوتي عندنا. دي كانت أول طريقة معانا. الطريقة الثانية نفس الخطوات اللي عملناها في الأول، وهنيجي هنا عند البروجكت ونجيب برضو البيت كالكوليتر، هنقول له إن دول 16 زي ما عملنا. والطريقة دي بتعتمد على ضغطة صباعك سواء بالماوس أو بالمسطرة في الكيبورد، بس بصراحة أنا ما بحبش الطريقة دي لأنها مش دقيقة بالمرة. تعالوا نتغاضى عنها ونروح للطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة هي أطول شوية، بتاخد وقت أكبر ولكن هي أدق. هنيجي عند البروجكت ونروح لتيمبو ديتكشن، هنقول له أنالايز. زي ما احنا شايفين عمل لي تراك سيجنيتشر وعمل لي تراك تيمبو.
بالنسبة لي هنا أرى حتت كتيرة جدا فيها تمبو. خدين بالنا إيه اللي حصل؟ فأرى كل التمبو ده قالهولي 151. تعالوا نسمع كده. في الحالة دي هو قاري مبدئيا إن ده 1/4، إن ده ميزان 1/4. طيب هنقول له لا، إحنا مش ميزان 1/4، إحنا ميزان 4/4. تعالوا نسمع. هنا هو عادت ضعف السرعة، فهنقول له divide by 2. تعالوا نجيب من الأول ونخلي بالنا هنا مع المترونوم، هنا مكتوب 81.468، 84 81 84 86 85 81، وهكذا بيبتدي تتغير النبضات في كل عدة معانا. تمام، هاجي هنا خلاص، أنا كده مش عايز حاجة من هنا، أقفلها وهاجي عند التيمبو، التراك التيمبو هعمل له avoid. نقفل تراك التيمبو، هنبص نلاقي ان هو هنا اوتوماتيك حولها لي ل 84، ودي نفس النتيجة اللي احنا وصلنا لها بالطريقة الاولى، ودي كانت اسهل وادق طريقة نقدر نعرف بيها سرعة اي اوديو عندنا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اذا عجبتكم الحلقة ادعموني بلايك وشيروا الفيديو مع كل اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس والفايدة تعم علينا جميعا. اهلا وسهلا بكم معايا مرة تانية، انستوني ونورتوني. لو لسه مشتركش في القناة اشترك بسرعة عشان يوصلك كل جديد. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.